ضيوفنا الكرام، أخواتي إخواني، المؤتمرات والمؤتمرين، تحية إليكم جميعا. بداية قبل أن أقوم بقراءة الكلمة التي أعدها الاتحاد الجهوي، اسمحوا لي أن ألقي أو أن أدلي بشهادة في حق أخي ورفيقي الحاج العلوي فيصل، أعتبر هذا واجبا. فكلمة الأخ الأمين العام في حق المناضل الكبير الأخ العلوي فيصل كانت جد معبرة ومؤثرة صراحة، كذلك الشريط الذي تتبعناه هو يجسد بلحظات مهمة وقوية في تاريخ النضال لأخي الحاج العلوي فيصل. وكذلك أنا بدوري أريد أن أقول شهادة انطلاقا مما عايشته بجانب هذا المناضل الكبير. فالحاج العلوي فيصل هو أولا إنسان بما معنى، بما تحمله الكلمة من معنى، إنسان عرف باستقامته وخلقه سواء على مستوى طرده أو على مستوى المنظمة، كان مناضلا ومدافعا شرسا عن قضايا المستضعفين بصفة عامة وقضايا الطبقة العاملة بصفة خاصة. فكنت أعرفه دائما يتلقى بين المدن اللي كنعيطو في راك الحاج، يقول لي في أكازا في أكازا، فإذا كان الناس يتنقلون بين المدن من أجل يعني السياحة أو العمل فهو كان يتنقل من أجل خدمة الطبقة العاملة. وأشهد له بمقولة كان يعرف بها ويعرف الإخوان ديالنا معنا هنايا، شك فوق تعيط الحاج العلوي فيصل بالتليفون كيجاوب وجاوب عنده معروف كلمه معروفه اشحب الخاطره هذه كان معروف بها وكان يعنيها. فنحن نفتخر اننا عايشنا هذا الرجل العظيم، تعلمنا منه الاخلاص والوفاء في العمل النقابي، تعلمنا منه النظام في أحلى صوره وأبهى صوره. فهو ذلك الرجل المناضل الذي يجسد المثال الأعلى للمناضل النقابي. فأنا كنعرف يعني كيصعب علينا خاصة الإخوة ديال فاس أننا ننظموا صراحة هذا المؤتمر في غياب يعني اخونا ورفيقنا في الدرب رحمك الله. والى جنة الخلد ان شاء الله. كذلك اسمحوا لي ان اغتنم هذه الفرصه لاعبر عن شكري اخ الامين العام شخصيا على الدعم والمسانده، لأن اللي قررنا باش ننظموا هذا المؤتمر. وأنا أتذكر كلمة الأخ العام لنا، أنا أريد مؤتمر استثنائي بمدينة فاس، حفل نضالي وتنظيمي استثنائي. لماذا؟ قد أخذكم أن الأخ الأمين العام أولا نظرا للمكانة الفقير الأمانة الوطنية في الاتحاد الوطني للشغل كافة، وبالتالي فهو غادي يكون تكريم من الأخ فيصل العلوي. وثانيا بطبيعة الحال هو الحفل يعتبر الأخ الأمين العام هو تكريم للمناضلين ومناضلات الجهة، وعبر منذ البداية وألح هذه الشهادة يعني بواجب أن ألقيها، ألح على الحضور ديالو في قتل الإخوة أعضاء الأمانة الوطنية
أكثر من هذا ألح على أن أتحمل الأمانة الوطنية، يعني الأتعاب البلدية للمؤتمر. شكراً لكم جميعاً، شكراً لكم على الأمانة الوطنية.